عندك اي جزئيه عايز تتكلمها ولا نروح على لبيراميدز؟ الاهلي لا خلاص، ممكن نتكلم بقى على مباراه بكره ان شاء الله او النهارده يعني. حاضر. طيب على بركه الله، بيراميدز مع اروى بارينا وما قدمه خلال الفتره اللي فاتت، هيكون مجهز للاهلي ايه بكره؟ هل ممكن في مفاجآت في طريقه اللعب، في التشكيل، في افكاره؟ في طريقه اللعب صعب، بس التشكيل هو اللي عودنا على كده. اخرها مباراه سموحه في اسكندريه، الراجل يعني لاعب واحد باك ليفت احمد توفيق في واحده من المفاجآت الغريبه اللي مش مفهومه. يعني لما تيجي تبص على تيم بيراميدز يا ابراهيم، هتلاقي ان عنده طارق طه وحمدي واحمد ايمن منصور، ثلاثه بيعرفوا يلعبوا باكات ليفت. ناهيك بقى ان في اتنين بيعرفوا يلعبوا باكات ليفت زي فتحي وعمر جابر. ساب الخمسه وراح لاعب مين؟ احمد توفيق. ولاعب احمد فتحي باك رايت واحمد ايمن منصور قاعد بره. فدي حاجه غريبه. فاعتقد ان مفاجاه في التشكيل ممكن. ولو اني ممكن برضو ارجع اقولك، ممكن يبدا يحس ان ثقه الاداره فيه بدات تهتز، فبدا يبدا يرجع يلعب زي ما بنقول كده، زي ما بنقول على لعيب الكوره يلعب السهل عشان ما يغلطش، هو ما يصعبهاش على نفسه ويعمل حاجه مفاجاه في التشكيل بس هو عشان ما يتلمش. بس هو تامر هو اصلا هو مش مقتنع، هي دي مشكلته، ان في بعض المراكز، يعني انت تقدر تقول ان التشكيل ثابت، بس في بعض المراكز هو واضح تماما انه مش مقتنع بلعبتها. يعني الماتش الاولاني قدام الاتحاد السكندري، حمدي حمدي ترقص مرتين في الجول الاخير اللي جه. طارق طه لعب ماتش الزمالك، طارق طه لعب ماتش الزمالك كويس جداً. وبعد كده الماتش اللي بعده كان سبب في الجول اللي دخل في بيراميدز، فطارق طه خرج من الحزب. لعب بالقصه الجديده دلوقتي اللي احنا شفناها بتاعت احمد توفيق واحمد فتحي، وقعد يبدل بينهم اثناء الماتش. مركز راس الحربه ابتدى بوادي، وادي ما لعبش كوره زي ما هو عايز، يعني كان بيسقط يستلم الكوره يبصيها غلط، فسحبه قام حاطط جون انتوي. جون انتوي بطيء فما ينفعش مع الخطط بتاعته، فقام سحبه وحط دودو الجباس، ما فيش قناعات. وقدام وفي سموحه لعب اريك تراوري، وفي الاخر رست على اريك تراوري اللي طيب. مش راس حربه واللي